سعادتي مبطوصة في اليوم وأنا عم بقدم لكم ريز نيدل. قبل سنة تحديداً سألتكم في أحد الريلز اللي قدمناها يا ترى وين رح نوصل. اليوم رح نتشارك سوا جواب هالسؤال. ريز نيدل علامة تجارية مهمة في عالم أزياء الأوتكتشير، بتقدم فن الكروشيه لأول مرة بالعالم بتصاميم بتتنفذ يدوياً بالكامل. استطاعت إنها تحط عالم الأزياء والموضة بمحطة جديدة. تصاميمنا قدرت إنها تكون علامة فارقة في آخر صيحات الموضة. طوعنا من خلال التزامنا وإيماننا بفن الكروشيه لأول مرة على مستوى العالم إنه يقدر يمزج أجود أنواع الأقمشة بتقنيات هالفن اللي بتوزيها بالجودة. الأمر اللي حقق دقة عالية بالتنفيذ وقدم مستوى عالي من الحرفية في التعامل مع كل سيدة وشو بيناسبها من تصاميم. نجاحنا ما عرف حدود، واستطعنا أنه نوصل للولايات المتحدة الأمريكية وحتى أستراليا، وأسسنا أول فروعنا في العاصمة الأردنية عمان إيماناً منا بأنها قلب الشرق الأوسط النابض. حقيقة كل الستات اللي التقينا فيهم من مختلف بلدان العالم اتفقوا بردة فعل واحدة لما كانت قطعنا بين إيديهم، فعلاً أنه فن استثنائي والتصوير ظالم بحقهم. التداخل الجديد اللي طرحناه ما بين فن الكروشيه وغيره من الفنون الأخرى أعطى القطع كتير من الخصوصية والتفرد، مثل فن التطريز اليدوي ومزج الأحجار الكريمة داخل نسيج الأقمشة وبتفاصيل الكروشيه، وفعلاً قدر يلبي متطلبات واتجاهات العملاء كلهم وبشهادة كتار. صدقوني شعاري الشخصي إنه كل ست بتستحق فرصة استثنائية لتبرز نقاط جمالها وأناقتها بلمسة تفرد وبساطة. أنا كتير متحمسة لنشوف نجاحنا وين مكمل، وكل شغف أسمع وأقرأ تعليقاتكم لما تشوفوا الموقع الإلكتروني.